بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل شرحنا عن الـ Data List. طبعاً هذه عبارة عن Table في Product ID and Product Name Product Details. طبعاً لو جينا على هذا Table عملنا View تجد فيه بعض البيانات. الآن كيف أربطها بData List Viewer؟ طبعاً أنا هنا طبعاً أهم خطوة التي أعملها في كل مرة هي أدرج SQL Data Source وأربطها إيش في Connection Tree. هاي Connection أنا عندي أساساً، أختار اسم التيبل ألا وهو Product Products، وأختار هنا Advanced، أفعل عملية الإنسيرت، يعني أعمل Generation للكود الإنسيرت والأبديت. وأنا الآن أدرجت هذه SQL Data Source وربطتها وأصبحت جاهزة. الآن أدرج الداتا Data List. طبعاً هاي Data List أختار SQL Data Source وأربط هذه. طبعا لو ترى انه هاي الداتا ليست، خلنا نغير بعض الخصائص منها الويدث، نجعلها 100% حتى تكون نفس الشاشه ويكون التعامل معها سهل. طبعا كما ترى تلقائيا ادرج لك الايتم تمبلت. ايتم تمبلت كما ترى قبل التمبلت قلنا فلنتحدث الان عن الايتم تمبلت. طبعا الايتم تمبلت فيه عده امور، الا وهي انت ترى هو كيف مرتبه. انا سوف امسحها وارتبها بالشكل الذي انا اراه، انا مقتنع به. اقول لك insert table واجعل هذا التيبل الخاص بعباره عن 2 row 1 columns. ليش؟ او 2 row 2 columns حتى احتاج بعدين الكولومز الاخر. طبعا هذا 2 row 2 columns. ادرج هنا الداتا ليست التيبل، وانا ادرج اربط هذا الليبل بيش، اربطه بالبرودكت نيم، يعني اربط به البرودكت نيم، وغير بعض الخصائص به. مثلا اجعل الفونت سايز، اجعل مثلا 14، وفونت كولرز، فونت سايز فورس كولر استطيع ان اغيره مثلا ايضا حتى مثلا يكون العرض بشكل جمال اكثر. وادرج ليبل اخرى، ايش هذا الليبل؟ تتصل بالديتلز، برودكت ديتلز. يعني لو جئت الان الى هذه البيانات المعروضة سوف تعرض لك كل ايتم يعرض بشكل صدرين كما ترى هنا. انا بالايتم تمبلت. ايتم تمبلت يحتاج تيبل، التيبل في ايش؟ باسم الايتم يعرض لك اسمه والديتلز. طبعا كما ترى كل شيء ايفال، بمعنى انه فقط قراءه ايفال، بس فقط استطيع القراءه. هنا ربطها الآن فقط إيبا. الآن لو جيت وأرد أن أستعرض البيانات الموجودة في التيبل، طبعا هذه البيانات، طبعا آيفون، آيباد، طبعا بهذا الشكل كما ترى. سوف أرتب على أكثر وضوح كما ترى. السيرفيس اسم البرودكت، ديتا اسم البرودكت، ديتا. طبعا هذا فقط استعراضي. أنا كما قلت لك في درس سابق كيف عملت خلينا نقول الفولسينج، كما هذه استخدمت هذه الكلاس ودرجت هذا الكلاس هنا. طبعا رجعت استخدمت انا الهولدون ككلاس فقط لعمل الفوز على البيانات اللي تخصني. قلت له ديف فقط عندما حتى البيانات التي انا اختارها، يعني لما اضع الموس عليها يغير لك اللون التي يخصها الى هولد كما ترى. مجرد شيء جمالي. هذه الايتم تمبلت تيبل طبعا هذا شكله. طبعا الان لو جيت استعرضت لما انتقف عليه راح يعدم يغير لك اللون الخصبه طبعا كما ترى. الان انا ما اريدها، الان اريد مثلا هنا يعرض لي زر اسمه هو ديليت، لما اضغط عليه يحذف لي واحد من هذه الازرار. الان حال الجود فيور لا تختلف عن شيء. لو جينا على الديليت كوماند، طبعا احنا لو جينا الداتا ليست هنا، ايش مرتبطه الداتا ليست؟ الداتا كيس فيلد هو شنو؟ برودكت اي دي، بمعنى هي مرتبطه بالبرودكت اي دي. والدليل على انه لو اجي هنا على الديليت كوماند، ديليت كوماند اجي عليه ديليت كويري نوعها تكس، والكوماند اللي فصل ديليت فروم تيبل وير برودكت اي، لان برودكت اي دي كما قلنا لا يستطيع ان يجد البرودكت اي فتكتب لها بالكود. الان لنبدا نضع زر الديليت، اقول له ايديت تمبلت، وهنا اضع له زر اسميه ديليت. طبعا هذا ايش اسميه؟ التكست الخاص بي اسميه ديليت. طبعا هذا ديليت فقط اغير به شيء واحد، الا وهو اضيف له الكوماند نيم، نكبوت انا عفوا
المفروض هي ليست لينك بوتن. لينك بوتن لا تنفعنا هنا، لأن يعني أنا أتعامل هنا مع أتعامل مع إيش؟ أتعامل مع بيانات، يعني لينك بوتن يفضل أن تكون بوتن لينك بوتن وليس لينك اعتيادي. الآن لو جيت هاي اللينك بوتن إيش قلنا هاي التكست مالها إيش هي؟ دي ليت و كوماند نيم. كوماند نيم ايش اقول له؟ كوماند نيم هي عندي دي. اوكي الان وضع الزر اسمه ديليت، المفروض لما اضغط على ديليت سوف يحدث يعني كوماند نيم ديليت، وهي الزر اعاده ديليت بارامترز الديليت كويري مرتبط ببرودكت ادي، وبرودكت ادي هنا هو هذا الداتا فيلد نيم. الان لو عملت تحديث للصفحه طبعا دعني ارتبها قليلا، لما هذا التعقيد بالعمل؟ طبعا هذا شكلها حسنا. الان انا صححتها، انا اقول ابديت هذا الشكل، طبعا اذا احذف برودكت اقول ديليت، طبعا هو لا يحذفها. ليش لم يحذفها؟ ما حذفها ليش؟ لانه هو اصلا ما يعرف ما تمرر الكوماند التي انت تريد ديليت، يعني انت ديليت ايش هو الكوماند اللي انت تريد ديليت. فيعني انا حتى احلال المشكله اذهب الى الليست فيور التي تخصني التمبلت. طبعا ايش هو الاي البارامتر الخاص بالديليت؟ هو برودكت اي دي فقط. انا عندي ديليت هنايا، طبعا اضغط هنا واقول له ايش، اقول اذهب الى، طبعا انا الان اتحدث عن داتا ليست، اذهب الى ايش ديليت كوماند اور نعم ديليت، عندك ديليت كوماند وعندك ايديت كوماند وعندك ايتم كوماند، طبعا هي مختلفه الايتم كوماند. فان الايتم كوماند اقول له اف الاي دوت كوماند نيم ايش يساوي لنا؟ اعرف ديليت. إذا كان الكوماند نيم اسمه ديليت، تعال لي قبل قول لي قول لي SQL data source dot delete parameter ايش هو delete parameter؟ product id dot ايش full value ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا product id اذا مرر له. طبعا انا الان ما اعرف هو product id يعني that item. طبعا انا هيك هنا اريد مثلا ايش اقول له؟ اقول له داتا ليست حال حال داتا ليست دوت كيز نيم او داتا كيز ايش امرر له؟ امرر له الاي دوت ايتم دوت item index. هنا اقول له دوت value or dot string. نجرب انه هذه الكوماند التي انا كتبتها هي صحيحة ام لا. طبعا لو نفذتها قبل حسب لو وضعت عليها تحديد على متفقط تفتهم انت ايش حدث هذا السطر. الآن ننتظر حتى يظهر ونضغط على زر ديليت ونرى ماذا يفعل لنا. الآن إيش هنا مثلا سأضغط انظر أجعل هذا الحدث ديليت اي طبعا اي دوت كوماند دوت كوماند. الآن أقول له استبني كما ترى مرر أعطى الكوماند نيم داتا ليست اندكس وكمل الرن حذفه. الآن انت ايش افتهمت؟ يعني بكل بساطه وبدون تعقيد انا قلت اذا كان هنا ايش قلت له بالداتا ليست؟ قلت له يا هذا الديليت اسويها الكوماند نيم الخاص بها، كوماند نيم اللي يخصها ديليت اعطيتها اسم ديليت. فجيت هنا على احداث الداتا ليست، جيت على احداث الداتا ليست، جيت على حدث ايتم كوماند. يعني اذا ضغط احنا قلنا دائما اول شيء تنفذ هي الايتم كوماند او جريد كوماند. فايتم كوماند اقول اذا كان الايتم كوماند هو ديليت، نعم هو ديليت،
تعال على الاسكلر سوفت انطي ليدريت بارامتر برودكت اي دي انطي هذه الفاليو، الفاليو هي الفاليو انت تقصد بيها، يقول لك داتا ليست دوت كيز نيم، يعني اسم مفتاح الجدول اللي هو عليه ايتم اندكس اللي هو عليه السد اللي هو واقف عليه. يعني وين هو؟ هنا ام هنا ام هنا اجيبه. كما قلنا الايتم داتا كيز هو هي انا، وما هو الداتا كيز لدي؟ الداتا كيز هو لدي ايش؟ بالداتا ليست داتا كيز نيم، داتا كيز نيم هو برودكت اي دي، وما اريده انا هنا هو برودكت اي دي. امر جميل. الان بقى شيء اخر، اجي على عمليات التحديث. إذن انا الان لدي زر هو ابديت، فانا هنا اضع بوتون لينك بوتون ايمج بوتون عفوا لينك بوتون، واسميها هذا الزر اسميه إذن، وايش اعطي كوماند نيم؟ اعطي كوماند نيم طبعا اعطي كوماند نيم إدت. وهنا كوماند نيم قبل ابدا عمليه التحديث يجب ان اذهب الى ادي تمبلت فيل واضع بالنسبه للاب عندما يضغط الشخص على زر الابديت اللي هي يضغط على الادت راح يفتح له هذه التمبلت، فلازم اضع له شيء بهذه التمبلت. في هذه التمبلت سوف اضع له تيبل واقول له هذا تو روز وان كولوم، واجربه بهذا الشكل واقول له هذا تو تكست، التكست الأولى متصلة ايش؟ متصلة برودكت نيم، والتكست الثانية متصلة بايش؟ برودكت ديتالز. جيد، يعني بمعنى انه هذا الايديت تمبلت يظهر ايش وقت عندما يضغط الشخص على زر ايديت في الايتم تمبلت. طبعا بهذا الشكل، الان لو نفذت لا تظهر لك النتائج كما انت تريد، بس السبب سوف اشرح لك. الان نفذنا وننتظر، طبعا هنا انا منفذ اصلا هذه الليست، مثلا يبدو اني احتاج الى رفرش بيج، طبعا الان نقوم بتحميل الصفحه، طبعا هذه الصفحه ايش لدي؟ المنظمة اقول له ادت يحدث لي هذا، لماذا لم يحدث؟ السبب هنا في الاندكس الايتم اندكس، بكل بساطه تذهب الى ادت كوماند كما نراه نحن هنا، انا كاتبه لك يقول لك اذا ضغط الايديت كوماند ضغط هذا الزر، بمعنى انه ضغط الايديت كوماند ايش يسوي؟ يكتب هذا الكود. شو معناته هذا الكود؟ معناته الايديت اندكس يعني انه لما يضع على الايديت روح على الاندكس اللي هو اختاره، لما اول سطر معناته اذا ضغط على هذا اذهب على الشيء المقابل له في الايديت ايتم تمبلت وعرض لي اياه، ثم بعدين ايش قلت له؟ حمل لي البيانات. نفس الحاله بالنسبه للكانسل، كانسل شو اقول له؟ لما هو يسوي كانسل كانسل بوتن، فانا اول شيء اقول له ودي لي الايديت اندكس سوي لي ناقص واحد، الايديت اندكس ناقص واحد بمعنى ما مختاراني اي واحد، ودي لي على كلامنا انه الديفولت هنا الاندكس للايديت اندكس هو ناقص واحد، شوف ناقص واحد، يعني هو مختار ناقص واحد بمعنى اني ما اختار اي واحد، ما اختار اي اندكس، بس لما اقول له ايديت اندكس اختار لي هذا الايتم اللي هو هسه اختاره الشخص راح يوديك على ذاك مثلا يوديك على هذا التمبلت يفتح لك الايديت الخاصه بك. الان نجرب ونفتح هذه البيانات، نقول له ايديت، انظر فتح لي اياه، ما جبته طبعا من زر الابيض، المفروض احط زر ابيض وزر كانسل هنا. جيد، اجي اقول له ايديت تمبلت واذهب على ايش؟ ايديت ايتم تمبلت، وهنا ايش اقول له؟ هنا المفروض اقسمه، اقول له المعرف المسمى موديفاي، واسوي سبلت سيلز، واسوي تو كولومز، طبعا تو كولومز هذا الكولومز الاول، عفوا الكولومز الاول هذا شكله، وهنا اضع لي تو لينك بوتن، وهنا نضع لينك بوتن، وهنا نوعا ما ارجع عدله، هنا لينك بوتن اسميها ابديت، واسوي كوماند نيم الخاص بها الى ابديت غيره، وهنا الاخرى اللينك بوتن الاخرى استطيع طبعا ان اصلها من هنا، ليس داعي اذهب الى ايتم تمبلت
عندي هاي النكبة الثانية. عفوا. edit item edit template هذه أسميها إيش؟ أسميها console. وهنا الكوماند اللي نعملها كانسل. الآن إذا تقول كانسل الآن نعمل ريفرش. طبعا changing data بعد نحتاج إنه نضغط لأن صار تحديث على أحد البوتنس أحد التكسز. الآن أضغط edit يقول لك لوميا أقول له لوميا وين أقول له أرض. طبعا ما حدثه، والسبب بما حدث سوف اشرح لك. نفس العمليه حدثت انه عندما ضغط ما يعرفك انت شردت اصلا. فانا اذهب هنا ايش لدي؟ لدي في الايتم تمبلت لو ترى عندي تكست بوكس 1 تكست بوكس 2. بالتكست بوكس 1 نذهب على التمبلت واقول للايتم ايديت ايتم تمبلت. اقول على سبيل المثال انا اتحدث الان على edit template واختار edit item template. اذا التمبلت اختار text one اللي هو يمثل txt name، والtext two هو يمثل txt results. طبعا الان اقول له يابا هنا if اذا كان، طبعا اكرر هذا الكود اقول له else. أقول له else في الكوماند نيم شان كان أبديت. هناك ثلاث بارامترات لازم تتعامل بالأبديت، يا project ID دوت أبديت بارامتر. هنا نسوي دوت أبديت بارامترز، أعطي ثلاثة بارامترات أنا الآن لدي. هسه الآن أبديت بارامترز، أبديت بارامترز project ID عندنا ثلاث بارامترات كما قلنا. ايش من البارامترات بالابديت؟ عندك برودكت اي دي، برودكت نيم، برودكت ديتالز. برودكت نيم امر لها تي اكس تي نيم، برودكت ديتالز امر لها تي اكس تي ديتالز. كيف احصل عليها؟ سوف اقول لك كيف احصل عليها. الان هي برودكت نيم، برودكت ديتالز. طبعا برودكت اي دي ممرر نفسه ما بي اي مشاكل. في برودكت ديتالز كيف تحصل على البرودكت؟ طبعا بكل بساطه لو ترى هذا الشكل. يعني انا ايش اقول له؟ اجي احصل على txt name، اقول له text box يساوي لنا txt name. شلون اسوي؟ اسوي casting الى text box ايش e dot command name e dot items dot find control. يا كنترول اذا حد علينا الان هو شنو؟ txt name. نفس الحاله بال txt details. وانا نفس الحالة بالنسبة لل txt هذا نيم، نفس حالة txt details. أنا txt details نفس الحالة، بس هنا يقول لك txt details text، هنا txt name، هنا txt name text. بمعنى أنه عندما أضغط على زر الأبديت اذهب ابحث لي عن ما دام هو ابديت فان التمبلت الذي تحدث عنه هو ايديت ايتم تمبلت. اذهب ابحث لي عن ايش؟ عن شيء اسمه تكست نيم الذي هو هذا. ابحث لي عن شيء اسمه تكست ديتلز واجلبهم. الان اضعهم ثلاثهم في هذه الايتم تمبلت و جو هيد. الان ينفذ. الان بعد التنفيذ نرى هاي النتائج. انا قلت له edit هاي لوميا، اقول له لوميا طبعا اقول له update. ما هو الخلل؟ طبعا المفروض انا هناك خلل اكيد. طبعا نرى هو ما هو الخلل. هنا طبعا هذا الكود يبين لك انا المفروض بعد ما اضغط update المفروض اعمل عملية update للبيانات. يعني ايش؟ يعني المفروض في زر ال update هنا .update إذا هو لم يستطع أن يلتقطها، هو يقول له grid view أو data list dot bin.
هيك. طبعا لماذا؟ ما اعرف انه ما ايش المشكله انه انا الان مرسل لك كل بيانات تشيك الصحه العامه صحيحه جدا، لكن جرب نضعها نعطيه ال الداتا كم تمبلت نرجعه الى اصله. نعم اصلا هو حدث لكن ما حدث اللون. انا بعد حطيت له هذا الشيء تحدث طبعا قبل